قراءة آية الكرسي قراءة آية جماعة. الكرسي بعد الصلاة سنة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ثوابها، فذكر أن من قرأها بعد الصلاة المكتوبة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. وقد أخرجه النسائي في السنن بإسناد صحيح. وإذا كان الإنسان غير متقن للقراءة أو لا يحسنها، فيمكن أن يسمع قراءة غيره ويردد على نحو ما بقصد يسمع التعلم. إلا قصد التعلم.